أكد الرئيس السيسي أن التهديدات الراهنة بالمنطقة تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها والقضاء عليها. وخلال لقائه وفد من البرلمان الإيطالي برئاسة نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، أكد الرئيس أن استعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في المنطقة تفرض أولوية التوصل لتسوية سياسية لأزماتها، مشددا على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة الليبية ودعم مؤسساتها الوطنية كي تتمكن من تأمين حدودها في مواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.